اخر يوم الحقيقة. هل احنا مؤدبين يعني وتشوفنا منضبطين ولا ما احتجتها الى الان؟ العصاه لا يقول هش عصاك ولا لكن اما العقال فلا والله قد وقع ضربت بالعقال وقت ابو ناس بالعقال اقتضب ناس بعد ما طلعوا وشافوا الحريه اقتضب اقتضب اي والله لكن ابدا بالنسبه لهذه هذه من المحبه اي فيها ثناء هذا الكلام ناس يقولون ليش انك تستخدم العقال احيانا عندنا قبيله حولنا هناك تقرب لنا اذا حب الواحد اول ما يجي يشيلونه سما ردنه بالارض من محبته يعني ويقومون يضربونه انت جيت عشان ما يحبونه هذا تطبيق المثل من حبك طق من الحب ما قتل الحمد لله من الحب وما قتل من الترحيب هذا بس تفضل الله يبارك عندك شيء محمد ولا نسأل مسفر؟ إيه بنذكر مشاهدينا أعزائي المشاهدين خلف الشاشات شاركونا في هاشتاج جنتل 50 جنتل 50 بما أن إحنا ما معنا جوالات كذلك أرقام الاتصال أبو محمد بتنزل الآن اللي حاب يشاركنا اللي حاب يشاركنا ورسائلكم أرسلوها لنا مع حمام زاجل الله يحييك هاشتاج يلا الان الان انا راح افتح الهاشتاج علشان وارقام التواصل للمشاركه كما هي ظاهره على ال اي احد عنده سؤال عنده سالفه زينه ينشد او يبي يسال احد الضيوف نعم. ترى جاهزين ابد المجال مفتوح للضيوف اليوم ابد اللي تبونه احنا معاكم ما دام انها لمه وسؤال ومجالس هي امتدادا لمجلسنا الصباحي الله يطول لي عمرك طيب احنا بنسال اخوي مسلم سم يعني اسمك الإعلامي بارز